فين دابا حاليا الموهوب؟ موهوب انا كنت نتاقته باغي كاع ما شفناهش، عقلتو قلت له لا ما تنتقدش الموهوب ما تحكمش عليه دابا راه مازال ما لعبش. انا حكمت على موهوب من ذاك الفيديو جالس كيغني في طونوبيل مع 12 ليما، جالس كيضرب في يديه ولا ماشي صافي. انا بالنسبه لي واحد اللاعب هذا ماشي ديسيبلين، والنتيجه هاي قدامكم دابا. وتخيل معايا دابا هادي راه ماتش اميكال لا صورة صبارة، يلا سير اخي بين لينا. موهوب كيجري كونديسيون فيزيك شويه عنده مزيانه، كيدير الضغط كيدير بريزين، ولكن اخويا فينيسيو راه ما عندكش. هاد اللقطه هادي بالضبط كانت فكرتني في الماتش اللي كنت هضرت عليه ديال الوداد وساندو، كنت قلت لكم انكم كان لاعب مغربي كان غيضربها لتحت ويضربها في الديفونسور وما غيضربهاش لفوق. شوف معايا هادي كون كان شي لاعب في البطوله اما غيضربها في الديفونسور اما غيضربها في الكارديان، ولكن حيت لاعب ديال ساندو تسقها لكم في البلافون. ها هي بحالها وسهل منها. ضربها